سنك صغير وان شاء الله قدامك سنوات في الملعب ومع المنتخب كمان ان شاء الله، لكن رايك ايه في فلسفه النادي الاهلي انه بيجدد الدماء في مراكز كتيره في النادي وفي مناصب النادي بيعتمد عليها في امور فنيه مهمه جدا؟ شايفين نجوم من جيل الشباب، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، شايف ده ازاي في الفتره الجايه؟ شايف ان هم بيستفيد بخبره حسام غالي طبعا. الراجل سافر كتير جدا والراجل عنده خبرات دوليه كتيره وعنده فكر احترافي. فانا شايف ان هو برده كابتن محمد فضل برضو يعني راجل مثقف انا بحب اتعامل معاه جدا. فشايف ان هو الموضوع دلوقتي ما بقاش بالسن، يعني انا شايف ان السن دلوقتي ان هي خبراتك اللي بتكتسبها من حياتك، من شغلك، من سفريات. يعني انا شايف ان مبسوط بان النادي بدا يعتمد على جيل الشباب في الشباب حاجات كتير عامه في البلد برضو، يعني الشباب دلوقتي بقت هو الاساس يعني. فانت تستفيد طبعا من الشباب وتستفيد من خبرات كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل، فدي حاجه كويسه وحاجه تحسب لهم وحاجه احنا نتعلم منها، ان احنا برضو ابقى حاطط في دماغي ان انا لازم اطور من نفسي، لازم اثقف نفسي، لازم ابقى عندي درايه بالامور اللي حواليا، بحيث ان انا بعد كده يبقى ليا منصب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى نشوف معاك ومع مشاهدينا في كل مكان راي بعض الجماهير.